أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. ما شاء الله ما شاء الله. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله أكبر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الله أكبر. بارك الله في حياتك يا شيخ. بشر ولم أك بغيا. قال كذلك الله أكبر بتلاوتك يزداد الإيمان شاف. قال كذلك قال ربك وعلي هين قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني
لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت ما شاء الله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. قد جعل ربك تحتك سريا. فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جميعا. فكلي واشربي وقري عينا. بتلاوة ديك حفلة اليوم ضياء شاف. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي لرحمن صرما فلن أكلم اليوم إنسيا.
به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. قال إني عبد فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في الموت صبيا؟ قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. جعلك الله من المقبولين شاهد. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العظيم. الحمد لله. أي أنت